بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الطماطم، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة في 3-4 كلمات بنقول على ظاهرة بسموها ظاهرة الانتفاخ أو البافينس بالإنجليزية، وديت لو دخلت طبعا على أي موقع أجنبي هتلاقي الآتي، هتلاقي إن هم كاتبين فيها مش أكتر من 3-4 أسطر بيتكلموا إن الظاهرة ده هي أساسا ناشئة من أولا هي بتيجي في درجات الحرارة المنخفضة، هم كاتبين درجات الحرارة العالية في الأربعينات، ولكن أنا بقول لهم والله يا جماعة أنتوا أخطأتوا في الحتة دهية، تمام؟ فما تستقلش نفسك يعني، لا إحنا بنقول لهم أنتوا أخطأتوا. ليه؟ إن في الأربعينات أساسا ما فيش ثمرة طماطم هتيجي، يبقى إن القصة دي هتيجي إلا شوية طماطم بقى أنت زرعهم في شهر 4 وسبتهم لحد شهر 6 في درجة الحرارة المدة هي، فبالتالي حصل لهم القصة ده هي، تمام؟ المهم بس إن هم بيقولوا في درجات الحرارة، أنا بقول لهم في درجات الحرارة المنخفضة، لأن في اليومين دول أصبحت القصة ده هي مؤرقة ليا تقريبا، يعني بتيجي من الإخوة بتوع الجزائر والمغرب العربي وسوريا، بتيجي لأن عندهم جو برد خالص، فبتيجي القصة ده هي وبنتسئل فيها كتير على الواتس، تمام؟ فهي سببها درجة الحرارة المنخفضة، فدرجة الحرارة المنخفضة يعني البرد الشديد يا جماعة. فالبرد الشديد بيعمل على هم بيقولوا كده عندهم في المراجع بتاعتهم، بيقولوا ان هو بيعمل عملية اكتمال، عملية التلقيح والاخصاب ما بتبقاش مكتملة، وبالتالي المادة الجيلاتينية ما بتبقاش مكتملة جوه حباية الطماطم، وبتبقى مفرغة بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده هوت. فكمان بيقولوا ان نقص عنصر البوتاسيوم وزيادة عنصر الازوت اثناء فترة النمو الاولى، تمام، بتساعد في انتشار الظاهرة ده هي. طب يا جماعة نقوله ايه؟ قالك احاول تدفي الزرع بتاعك، تمام. فبالنسبة للجماعة اللي عندهم بيوت محمية مش مكيفة، ياريت تقفل بدري زي ما قلنا قبل كده، ولو عندك حاجة صغير بيت صغير كده هو تحاول تحط بلاستيك فوق سلك حامل المحصول أهو يشيلك شوية بالنسبة للبرودة اللي عندك، تمام؟ بالنسبة للجماعة اللي زرعين أرضي في شهر 10، أنت دلوقتي ما تنتظرش من الطماطم غير إن هي شجرة الطماطم بمثابة الأم الحضنة للثمار اللي فيها، ومش هيحصل للثمار زيادة لا في اللون لا في الحجم آسف ولا في العدد، مش هيحصل إلا تغيير في ألوان الصبغات من الأخضر للأحمر، فتغطيها بأي حاجة أو ترش زهرة الكبريت أو الحاجات اللي الفلاح عارفها أكتر من أي حد تاني يبدأ يشتغل بيها، تمام؟ هتقول لي بقى أصل أنت بتقول نقص بوتاسيوم ورش بوتاسيوم، رش البوتاسيوم في الوقت اللي أنت فيه دهوت بالنسبة للي زارع بره ملهوش أي قيمة خالص، تمام؟ لأن زي ما قلت لك هي الشجرة بمثابة الأم الحضنة للثمار، فبتغطيها أو بترش شوية كبريت أو بترش معاهم كبريت مكروني أو بترش زهرة الكبريت، تحاول يعني تعمل طبقة أو فيليم كده على كمان يا جماعة الكبريت نفسه بيزود درجة الحرارة على فكرة، يعني بيحتفظ حتى بدرجة الحرارة. ده اللي احنا عايزين نقوله في الظاهرة بتاعة الانتفاخ او البافينس اللي احنا بنقول عليها. عايز تقرأ عنها، هي ملهاش غير 5 اسطر مكتوبين في المراجع حتى الاجنبية، تمام؟ بشكر حضراتكم والجماعة اللي شغالين على الموسيقى واللي شغالين في الشتايم، براحتكم خالص. انا الاول مرة طبعا بعمل فيديو ولله الحمد ما فيهوش واتس خالص، وقفلت اشعارات القناة عشان لا تضايقونا ولا نضايقكم، واللي عايز يسمع على راسنا من فوق واللي مش عايز يسمع برضو على راسنا من فوق، بنحترم كل الاراء ما عدا الاراء اللي هي مقتصرة ان الجنة اتخلقت ليهم لوحديهم. وصنت حاطت موسيقى، انا احب برضو انوه لي ان الموسيقى اللي انا حاططها سيدي لا هي بتاعت نانسي عجرم ولا بتاعت مكلسوم ولا الكلام ده كلته، دي موسيقى عادية جدا حاطينها على برنامج المونتاج اللي احنا شغالين عليه، واي موسيقى على فكرة مخالفة اليوتيوب سيادتك هيشيلها خالص. اما ان انت عامل ان الجنة لك لوحدك عند الله تجتمع الخصوم. وبشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنحترم كل الناس من كل جنس وعرق ودين ولون.